السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقدم لكم راسي، اسمي سي محسن البيرش من مدينة القصر الكبير. أنا شاب عادي، كنت كنقرا في المدرسة، كنت كنقرا علوم فيزيائية ومديتش الباك علوم فيزيائية، لكن كملت قراية في شعبة أخرى وديت الباك. في خلال الكورونا هادي دوزت واحد التجربة مع الفيروس اللي هو فيروس حقيقي، كاين الفيروس في المغرب، كاين الناس كتقول لك ما كاينش الفيروس، الفيروس كاين. درت تيست ضروري الوزارة تكون عندها الصحة باقي التيست ديالي، تسمى بأنني كانت فيه كورونا. دوزت واحد المدة بديك الفيروس، واحد المدة 15 يوم، فقدان حاسة الشم والذوق مكيناش بتاتا. من بعد بقيت هذيك المدة هكا، أنا كنشرب واحد المادة يعني كيعرف كل شيء صغير وكبير، هي الحليب. ضفنا له واحد المادة سميتها بي اش، المحلول القاعدي. الناس اللي كتقرا علوم فيزيائية وهادشي راه كيعرفوا هاد المحلول هذا، بي اش الحمض القاعدي، يعني محايد التركيز ديالو 7. مباشرة من بعد واحد دقيقة أو دقيقة ونص كنت رجعت ديك الفيروس تاجي على شكل واحد المضغة مجموعة في الحليب، يعني قاصحة شوية. ضروري كيخرج، كتخرج بديك الفيروس التاج، يعني اللي كيتجمع في الريه، راه ما كيبقاش تسمع شي، راه الفيروس ما كيتشافش، راه ما كيتجمع في الريه، راه كيولي فيروس كبير، يعني راه كيأثر لك على حاسه على التنفس والجهاز. يعني كان مواطن عادي كنبغي نوصل للناس هذا الميساج هذا، والناس ديال الطب اللي كيعرفوا ديال المحلول هذا جربوا هادشي، وراه يكون خير ان شاء الله للمغرب. وضروري ضروري خص الناس ديال الطب تدخل في هادشي، الناس ديال التحاليل، راه فيه فائدة لينا كامل. بي اش زائد الحليب، حليب طازج يعني تسخن بواحد المعدل ديال درجة الحرارة شوية، ودفلو ديك البي اش غيشربو. أي واحد كان فيه أي واحد كان فيه فيروس كورونا راه غادي يتخلص من هاد الفيروس هذا. البي اش هذا كيستعملوه في تعيير الحليب، يعني كيعرف واش الحليب خاسر، يعني واش فيه الميكروبات، ولا الحليب صافي طازج. الا كان الحليب طازج راه الناس ديال الخبراء ديال هادشي الصحه راه كيعرفوه، يعني الحليب كي ديك بي اش كيتفركت في وسط الحليب. الا كان الحليب خاسر راه كيبقى مجموع فيه كيولي عنده واحد اللون زرق عاتم كيبقى فيه. وكنتمنى من المسؤولين دخلوا في هادشي، هذا راه فضل لينا حنا كاملين باش يشجعوا الشباب يزيدوا تما يفكروا، وهذا راه كاينه فين يخدموا هاد البلاد هادي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.